ميني تارت التوفي. بدنا 200 جرام زبدة، كوبين طحين، ربع كوب ماء بارد، ملعقة كبيرة سكر من سكر الأسرة، 250 جرام شوكولاتة بيضاء، طبعاً الكور، علبة حليب مكثف محلى مغلية لمدة ساعتين، كوب بسكوت مطحون، كوب بندق مجروش لون ذهبي أو فضي. طبعاً هذا للإيش؟ للكور. تمام. دلوقتي احنا طبعا التارت عملناه قبل كده كتير، اللي هو بنحط الزبده البارده مع الطحين وبنفركهم مع بعض، يا اما بالصوابع كده يا اما في المكنه. تمام. وبعدين بنضيف لهم الماء البارد ولغايه ما يبقى عندي عجينه، وباخدها بحطها في القوالب الصغيره، وممكن تتعمل كبيره بس احنا عاملينها صغيره النهارده. تمام. وبنحط لانها صغيره فانا مش مضطره احط جواها حاجه تقلها، بس بعمل كده خرمين بالشوكه. تمام. بضرب ضربتين كده بالشوكه. تمام. وبحطها في الفرن على درجه حراره 180 وتقعد 10 دقائق. تمام. دلوقتي هنعمل الحشوه بتاعه التارت، واللي هي بتنفع لحاجات كتير جدا، مش بس للتارت اللي احنا عاملينه النهارده. يعني بتنفع حشوه بين اثنين كوكيز، بتنفع حشوة كيك. تمام. بتنفع حشوات. تمام. كتير جدا، لان هي نكهتها جميلة. يعني انت تخيل ان احنا عندنا بسكوت القرفة اللي موجود في السوق اللي طالع موضة ده. تمام. عارفه. وعندنا أول اسمه. انت انا ماليش دعوه، انت قادر تعمل اي حاجه. ايوه. المره اللي أيوة فاتت. صح. مطحون. المره اللي فاتت عماله واصغر لك واصغر وتعيد وتزيد، وعشان ما بحب نشرب يا حبيبي، وبرق لك والكاميرا مش عليا وانت ولا الهوا ولا الهوا. طيب انت هناخد دلوقتي البسكوت اللي عندنا. ماشي. اللي هو المطحون اللي بالقرفه. القرفه المشهور دلوقتي. المشهور. وهناخد البندق المطحون اللي عندنا برضو. تمام. وهناخد عليهم الحليب المكثف المحلى، وهنبتدي نخلطهم مع بعض لغاية ما يبقى عندي خليط كده، يعني ايه، حلو قابل للتشكيل. مش للتشكيل، لو ما حطيناش كتير من الحليب المكثف المحلى ممكن اللي احنا عاملينه ده نعمله كور صغيرة ونحشي بيه الشوكولاتات، يطلع برضو كمان لذيذ جدا جدا. مش شوية دلوقتي ادوقك. انا جاهز. ايوه انا عارف. طيب شوف، بنحط دلوقتي الحشوة بتاعتنا في الترتات الصغننة اللي عندنا. تمام. بالشكل ده. طبعا الحشوة رائعة، مش قادر اقول لكم قد ايه طعمها حلو. زي ما قلنا بتنفع لحاجات كتير، تنفع للكوكيز، تنفع للكيك، تنفع لحاجات كتير جدا مش بس للتارت اللي احنا عاملينه. ونحط دي كده، ونجيب الشوكولاته بتاعتنا اللي انا عملتها. انا سيحت شوكولاته بيضة وحطيتها في الثلاجة بس شوية علشان خاطر تجمد، علشان نقدر نزينها. طيب قبل ما اجيبها خليها تكسب وقت شوية. yeah. عملت انا ايه؟ جبت الالوان الذهبي اللي عندنا. عارف ممكن كمان احط على الاطراف بس شوية من البندق، هيدي شكل حلو لما ايه نحط الشوكولاتة بتاعتنا. فممكن ناخد شوية كده مغرمة التزيين والكيكات. بص هعمل ايه، بس على الاطراف كده شوية من البندق المطحون اللي عندنا، علشان انا لما اجي دلوقتي احط الشوكولاته هنا ما يبقاش كده الحشوه باينه يعني. تمام. فبس على الاطراف هاخد الالوان الذهبي والفضي بتوعي. انا طبعا الالوان دول ما اقدرش استغنى عنهم خالص، لانهم كتير بيغيروا لي شكل الحاجه. فانا هاخد الالوان اللي عندي، ناخد الذهبي ده. وهبتدي اخد الشوكولاتات بتوعي. شوف اهي شكلهم لذيذ اهم. اي قوالب عندكم مدوره؟ حلو القالب. حلو. شكل حلو. حلو ورخيص وسيليكون، يعني للي هم حتى مش
يعني الشوكولاته عايزه تامبرينج وعايزه حاجات يعني درجات حراره معينه عشان تحطها في القوالب الثانيه، فاللي لسه ما لهمش في الحاجات دي قوي بيقدروا يجيبوا القوالب السيليكون كتير بتساعد. تمام يا شيف. طيب انا دلوقتي هادهن دول وبعدين محدش يقول لي يلا لاني لسه ما غرفتش، انا بقول لكم اهو. طيب تدهني براحتك، اقرا انا شويه تعليقات. بص بص لا ما انت لازم تشوف الجمال الاول وبعدين تروح شوف اللون وجماله. الله الله شوف شايف؟ خد بقى كده حط لنا واحده في النص. الله الله ورينا كده الشكل هيبقى عامل ازاي. يلا خلينا احطها من قدام علشان نشوف. هاي يا سلام عليك، اسلموا ايديك.